بديش أنا أبدأ من عندي الحديث عن الثلوج خفيفة ومش خفيفة، لكن بكل التقدير والحب لمحمد الشاكر اللي دائما بنتفقده وبتفقدنا ودائما بنسأل عنه ودائما بنطمئن لنجاحاته، بنطمئن لنجاحات طقس العرب، أيضا بنطمئن لتوقعات طقس العرب وتنبؤاتهم. بنقول لمحمد شاكر صباح الورد. أبو الشاكر، كيف حالك دكتور؟ حبيبي كيفك؟ والله تمام، شكرا على هذه الكلمات الطيبة، وهذا دائما بدعمكم المتواصل. والله لا شكرا على واجب. انت بتعرف كل الشعب الاردني بس تبدا تعمل معلقة بصير يحكي لغة عربية فصحى، بتعرفش ليش بس لا شكرا على واجب يا صديقي يا ابو الشاكر. الله يخليك دكتور. هو في ثلج؟ في والله. شوف دكتور، بجوز لو بتدور على اكثر الكلمات او اكثر الجمل اسئله في الاردن خلال شهر 1 و2 و3 وهذا السؤال، وفي ثلج ومتى الثلج؟ اي طبعا. وبعدين احيانا بتطور السؤال وين التراكم، وين التراكم؟ في جزم خلاص انه صار في ثلج، وبيقول لك هو بيقول لك احنا بمؤذينا قديش، 900 ولا 1000 على طول فورا احكي لي. طبعا اول شيء بحب اصبح بالخير عليك دكتور وعلى جميع الاخوه المستمعين، ودائما طبعا احنا بنحب الثلج وبنحب المطر والخير لبلدنا، والحمد لله هذا موسم خير بعكس ما كان في الموسم الماضي اللي كان الموسم نوعا ما المطري مش كويس، وادى يعني وكان واضح حتى على مواسم الزراعيه للمزارعين. الحمد لله انه الموسم هذا ممتاز. يعني بعض مناطق، بس بعطي هاي الفكره سريعه للمواطنين، انه بعض المناطق في شمال غرب المملكه بما فيها شمال غرب العاصمه عمان مع دخولنا في شهر 1 تقريبا في 60% من الموسم المطري اصلا تم يعني هطلها وهطلت، وهذا شيء كثير ممتاز. يعني احنا بجزء من 10 سنوات لما نتعرض الى مثل هكذا موسم بهذا الاداء، ونتوقع ان شاء الله استمرار هذا الموسم المطري بانه يكون موسم ممتاز، ودعونا نستمتع بالمطر وان شاء الله الثلج بيجي. بالنسبه للحاله الجويه اليوم، مناطق واسعه من شرق البحر المتوسط بما فيها دول البلقان وتركيا وسوريا ولبنان عم تتعرض لكتلة هوائية قطبية ضخمة وتؤدي إلى هطول الأمطار والثلوج بما فيها حتى الأجزاء الشمالية من الأراضي الليبية واليونان. نعم. إحنا بنسمع هاي الإشاعات لأنه بنشوف إنه الدول الجمنة عم تتعرض لهاي الأحوال الجوية، فبالتالي إحنا مفروض إنه نتعرض لها. لا، للأسف إن الأردن تقع على أطراف هذه الكتلة الهوائية القطبية، وبالتالي تأثيرها على الأردن مختلف. اليوم في النهار أجواء باردة لشدة البرودة بشكل عام، درجات الحرارة متدنية في العاصمة عمان وسائر المدن الأردنية، صح في شمس لكن طقس بارد جدا. بارد نعم. هناك هبوب لرياح قوية نهار هذا اليوم، تصل سرعة بعض هباتها في ساعات النهار إلى ما يقارب 90 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، حتى أنه نتوقع مع ساعات بعد الظهر ممكن ترتفع نسبة الغبار في الأجواء لا سيما في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة. نعم. بشكل تدريجي أثناء النهار، وبالتالي بس بحب دائما أدعو الإخوة اللي عندهم أي مضاعفات هذا مرضى الجهاز التنفسي من الانتباه من ارتفاع نسبة الغبار. الآن مع دخولنا في ساعات الليل إحنا بنتأثر بمنخفض إحنا بنصنفه من الدرجة الثانية ضمن مقياس مكون من 5 درجات. نعم. الدرجة الثانية بتيجي تقريبا هي الدرجة اللي بعد الدرجة الأضعف. هذا المنخفض راح يبلش يثيره مع ساعات الليل الأولى، راح تبلش الأمطار بمشيئة الله تعالى في الهطول في المنطقة الشمالية، وبعدين راح تمتد للعاصمة عمان والمناطق الوسطى تقريبا ما بين الساعة 8 و10 مساء تصل إلى العاصمة عمان. هذه الأمطار ربما تكون غزيرة في بعض المناطق وراح ترفق بتساقط لزخات من البرد اللي ممكن يكون كثيف. بالنسبة لموضوع الثلج، متوقعين أنه يكون تساقط ثلج وارد وموجود على المناطق اللي بيزيد ارتفاع عن تقريبا 1050 متر على سطح البحر. نعم. تحديدا راح أسميهم بالمناطق في المنطقة الشمالية تشمل أعالي جبال جرش وعجلون مثل راس منيف، ثغرة عصفور، عبين وعبلين، مثلث القاعدة، أعالي منطقة سوف، بالإضافة إلى القرى المتاخمة لجبل العرب في محافظة المفرق تحديدا منطقتي دير الكهف وأم القطين. في المنطقة الوسطى المناطق اللي بتزيد ارتفاع عن 1050 تقريبا عم نحكي عن محافظة البلقاء تحديدا منطقتي زي وأم جوزة والبحيرة ومحافظة العاصمة تحديدا مناطق أعالي تلاع العلي وأعالي صويلح وأعالي منطقتي الحمر ودابوق. باقي المناطق التي قل ارتفاع عن 1050 متر زي ما الناس عم تسألك وتقول لك أنا بمؤذينة وكذا، ممكن نشوف زخات ثلجية أمطار مخلوطة بالثلوج، ولكن إجمالا كل ذلك حتى بما فيها مناطق متوقع أن تتعرض لتساقط ثلجي غالبا التراكم سيكون تراكمات محدودة
مقدور عليها ولن تشل الحركة، وليس هذا ما ينتظره الأردنيين من إغلاقات والمبيت في المنزل لمدة 3 أيام. موضوع سريع جدا، المنخفض الجوي من المتوقع أن يتحرك بسرعة نحو الشمال الشرقي مبتعدا عن المملكة، بحيث أنه بكرة الصبح مع ساعات الصباح يكون انتهى تأثير الجزء الممطر والفعال من المنخفض الجوي، بينما تبقى المملكة تحت تأثير يعني الأجواء الباردة بشكل لافت. حتى بكرة في النهار درجة الحرارة في عمان لن تتجاوز 7 درجات مئوية في ساعات النهار، ومنخفض عشان مباشرة ننتقل ليوم الثلاثاء، كمان في منخفض جوي جديد يوم الثلاثاء متوقع على المملكة وتحت المراقبة. فهذا هو ملخص الأحوال الجوية اليوم وبكرة. بعض التوصيات بحب أحكيها للإخوة بشكل عام المستمعين، أول شيء أنه إحنا القيادة في حذر، سواء هلأ طرق المناطق الصحراوية بسبب يعني الغبار أو حتى ارتفاع سرعة الرياح للمركبات الكبيرة، أو في ساعات الليل على طرق المرتفعات الجبلية بما فيها مثلا غرب العاصمة عمان نتيجة ممكن حدوث انزلاقات. بحب دائما نوصل الإخوة للابتعاد عن مجال الأودية والسيول في شمال ووسط المملكة. برضو منحب ننوه بتأكيد تثبيت المقتنيات الخاصة الخارجية. وأنا لفت في نظري اليوم وأنا رايح على الدوام بأنه في عندنا الانتخابات غرفة تجارة عمان، وندعو للإخوة أنه ينتبهوا من هذا الشيء، من خطر أنه تتطاير هاي اللافتات. هذا شيء مهم. وبحب طبعا كمان أنوه على نقطة كثير هامة دكتور، موضوع نوصل إخوة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في البيوت. عم بيكون في عندنا للأسف ضحايا خلال الفترة الماضية عددها عالي بسبب عدم الاستخدام الآمن مع تدني درجات الحرارة الكبير المتوقع. صحيح. بحب أن ننوي على هذه النقطة. شكرا محمد الشاكر. يعني أولا عجبتني بقصة القرى المتاخمة، حسيت حالي معركة مؤتة. اثنين، قصة أنه ما ينتظره الأردنيين من 3 أيام بدهم يقعدوا بالبيت، هذا فعلا حقيقي، لأنه الناس بدهم ثلج عشان يقعدوا، بدهم يشتغلوا، الناس ما تشتغل. بدي أشكرك أبو الشاكر الحبيب، وأتمنى لك دائما نجاحات وإن شاء الله تكون بأفضل حال. وانتبهوا، شكرا لكم، مستمرين معكم دائما.